سافرنا بس بالطيارة رحنا على ليبيا. We have a blue medium wooden boat still on the way. Going this way, we are going towards it. ضلينا 6 أيام بهذاك البيت وهني دعونا قالوا لنا نسافر. Okay, we switched to channel 7. وطلعنا كان في كتير عالم وقت انتهى القطار مارد يعني كان حتقلب ومارد كان حتوقع يعني من هذا المركب علي أكتر أشخاص أكتر وكمان اجت سفينة ليبيا وهني كمان كانوا بضاي ثورة الماما والبابا عيطوا والعالم عيطوا لأنه بيقوشوا كان قول وقت انتو وقت انتو جبتونا نحنا كنا عم نبكي وكمان كانت الماما عم تمشي It's okay, you're fine, you're safe, you can come with us. Okay, Karim, look. Hello, welcome on board. هي اكثر شيء اللي نحن طلعنا هجرنا كمان لهيدي البلد بس سبحان الله توفت الله استفقدنا فيها ما قدرنا وصلناها Let's remove that up Hello welcome remove that Hello وبنتي يعني بنتنا توفت هذيك السنة ايه هي عم فسر له انه الحكمة هي توينز هي ولين هلا بنتي الثانية انا بتكرز بتعمل هيك على اسنانها بتعطي تكريزة يعني عملنا جهدنا نحكمها ودفعنا اللي عنا قدر عليه بس هي كان قصة بدها مثلا علاج أكبر ومصاري أكتر ايه يعني مثلا هو بيشتغل بيروح من الساعة 7 ما بيرجع الساعة 10 بالليل نعم. شو بيقبض $150 نعم. بالشهر قريبين على مالطا تقريبا واعطونا ميناء آمن في مدينة باري هنوصل على مدينة باري في إيطاليا يعني هي كانت عايشة على الحليب كان حق علبة الحليب 450,000 لبناني فهي بالأسبوع بدها 3 علب هي مريضة ما بتاكل ولا 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 شيء عرفت؟ حليب 3 كيلو اقعد على الكيلو قبل مستقبل الأولاد علمهم قلين صدق انه دول بيحفظوا تلمانية ما يمكن ما بتعرف يمكن رايحة يمكن الله أعلم سيني بس كل هالعدد بيطلعونها اه شو الفترة هي أكبر منها يعني هيدي البخرة اللي كنا في هديك العشرة كنا عم نقول هيدي مش هذه تاني كبيرة 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 كان علي علم ليبيا احنا بندفع حق فيز ما نحن عم نبيع بيوتنا واراضينا لانه ما في شغل يعني عندك بيت بس ما عندك شغل ما عندك تفتح البيت ما عندك تكفي العيله لا تحكم ولا تلبس ولا تطعمي ولا شيء ما نحن دافعين هون ودافعين هون لا بالعكس اذا فيز يمكن حتكون اخليها 3000 4000 و5000 ما المهرب عم ياخذ منا 7 و8 على الولد عم ياخذوا 4 و5 طب ليش اوروبا ما بتفتح هيك انه فيز انه نحن بنروح بنشتغل ليش لا نروح لاجئين؟ نعم معلش عيشونا ببلدكم من دون ما نطلع نحمل البحر ونموت اولادنا ونبيع اغراضنا وعيالنا و... Thank you.
حساب انه نجيب بيبي يعني عاملين مانع عم باخذ دواء ما بدي اولاد خلص جسمي انا كان عندي مشاكل صحيه من بعد الطوم بعد بنتي المريضه ام سبحان الله خلص اذا الله رايد على شيء اجى الولد زيس اعرف زيس تمام لكي لكي ايدي بس بدنا نكفي الطريق من لبنان على مصر من مصر على بنغازي ومن بنغازي على ليبيا على طرابلس متت يعني درجة صار ما خلى ولا ولد يقرب علي لأنه دلت يومين ما قدر علي إيدي حتى هلأ هون بهاي الرحلة أنا هلأ يعني مثل ما يقولوا خلص علي Yeah.